مهرجان شتاء طنطورة. هو مهرجان سنوي يقام في مدينة العلا القديمة بالمدينة المنورة الواقعة في شمال غرب السعودية. بدأ المهرجان في 21 ديسمبر 2018، وكان يقيم سلسلة من الحفلات الموسيقية لموسيقيين من الطراز العالمي. استمر لمدة 8 عضلات نهاية أسبوع، وسيبدأ مهرجان الإصدار الثاني في 19 من ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المهرجان بأنشطة وفعاليات أخرى سنذكرها لكم، ولكن قبل البدء بها يرجى الاشتراك بالقناة ودعم الفيديو بلايك. سمي اسم المهرجان طنطورة نسبة للساعة الشمسية التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للقرية، حيث كان يعتمد عليها أهالي المنطقة في معرفة وقت دخول موسم الزراعة وتغير فصول السنة. أعلن مهرجان شتاء طنطورة المهرجان العالمي عن توفر البطاقات حالياً لحضور المهرجان، حيث يمكن شراؤها على موقع experiencealula.com، ويمكن لعشاق العروض الفنية والثقافة والمغامرات شراء البطاقات لحضور الفعاليات الفردية أو المشاركة في فعاليات تجريبية التي تتواصل لمدة يوم أو خلال نهاية الأسبوع. أحداث المهرجان: حفلات، مهرجان منطاد الهواء الساخن، فرسان سباق التحمل للخيول. وسنترك لكم تفاصيل الفعاليات كاملة في الوصف مع رابط لموقع بيع التذاكر، حيث ستبدأ الفعاليات من شهر ديسمبر وتمتد لشهر مارس. ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية. سيضم موسم هذا العام مشاركة فنانين عالميين على مسرح مرايا المميز، يقومون بتأدية أنماط فنية مختلفة. وسيشمل المهرجان على عرض مسرحي مستلهم من أمجاد وتاريخ العلا، كذلك سيتم تقديم حفلاً لموسيقى بيتهوفن. كما ستتضمن الفعاليات مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبي الفن والثقافة، بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة، بما فيها مهرجان المناطيد وفعالية رحلات الطائرات الكلاسيكية، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل ملتقى الفرسان، وهو ثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي تحت النجوم تنظم بإشراف طهاة عالميين حائزين على تصنيف درجة ميشلان. ويحتضن الموسم أيضاً فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنباً إلى جنب مع المناطق المخصصة للعلامة التجارية العالمية الراقية. ويمكن للزوار القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة والتي تمتد جذورها إلى حوالي 2000 عام، والاستمتاع بتجربة فريدة تنقل الزائر برحلة عبر الزمن بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي. وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام من شتاء طنطورة تحت شعار رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد، وفقاً لأربعة محاور للفعاليات: إعادة تجسيد التراث، واحد الثقافة، المغامرة والاكتشاف، الملاذ. يجدر بالذكر أن السعودية أتاحت الحصول على تأشيرة دخول سياحية للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدولة الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة شنغن، وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.